شو الشيء اللي بعد عينك عليه بدي اعمل هيك؟ انه حابب ان شاء الله اول شيء حج. ثلاث سنين كونترا مع روتانا، ولما يخلص بفكر اني اعتزل وما كفي. لا هاي حقيقة والله، إنه أكيد تعبت وأكيد حاول أرتاح إنه بعد ما أعمل حج إن شاء الله خلص السنتين كده خلص أكيد نفكر خلاص وقف إن شاء الله. أنت ما رح يوحشك الميكروفون؟ لا ما رح يوحشك تغني؟ لا طبعا.